أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي فألقيه في اليم ولا تخافي ولا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. Mm-hmm.
وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك يا مصطفى لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه عهدا وهم لا يشعرون الله أكبر ما شاء الله يعني. وأصبح فؤاد
يا جمال لولا وقالت لأخته قصيه وقالت لأخته قصيه وقالت لأخته قصيه وقالت لأخته قصيه فبصرت به وعرمنا عليه لا إله إلا الله
وقال لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. اللهم صل على حضرة النبي. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
النبي على ذاتي او النبي ذاتنا شرف النهارده والله. الله يكرمك. الله وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر لنا. يا النبي فيها كده كده يا النبي فيها كده خالص. الله الله كتير والله يا حبيبي كده قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر لي. الله يا رب يا
Thank you.
ولما توجه تلقى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما يا دادا وبعدين ده احنا هنا وحياتي خليك يا عم احمد قال ما خطبكما بعدين قالت لا نسقي حتى يا حاج احمل معروف يا حاج يا ولما ورد ما مدين وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهم امرأتين تذودان نعم هنسمع والله قال ما خطبكما قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى كبير فسقيله
يجمع بيننا كثير وقليل. مفيش كلام. الخليفين وانت على رأسهم. مفيش كلام. مفيش كلام. والله ما حصل كده. انا بحكي كده. ابدا. من كثير. حرام عليك. وفي كده. لا بعد يا بابا. لا بعد كمان. مع الآية دي كمان مرتين. مع كثير يا الله يخليك. الله يتكي معي بالله. طعام وحلال. ولما ورد ماء مدينا وجد عليه أمة من ووجد من دونهم امرأتين تذودان. يا روحي انا على مزاجك. على مزاجك. قال ما خطبكما؟ ووجد من دونهم امرأتين تذودان. يا جدع يا جدع يا هو يا جدع يا هو يا معلم. قال ما خطبكما؟ قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وهنا شيخ كبير فسقيهما. فسقيلهما ثم توليه إلى الرويل. يا ولدي يا رسام الله يكرمك. الدولة الأول. فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا الله الله فجيءته إحديكما تمشي. اطلع جرينا وراك والله. ايوه مش ماشي جد. فجيء احديهما تمشي. الله الله.
تمشي على استحياء. الله يزيدك من نعيم. تمشي على استحياء فلما هي
قال ذلك
صدق الله.